يكون في معسكر خلاص او دخلوا معسكر خلاص لمباراه الغد. كالعاده خبر بتسمعوه قبل اي مباراه، فايلر بيجتمع مع الجهاز المعاون للتحضير للمباراه. سمعنا الخبر ده كتير وبنسمعه قبل اي مباراه بيلعبها النادي الاهلي وبيلعبها النادي الاهلي في الدوري او في افريقيا. فايلر دايما حريص ان هو بيجتمع بجهازه المعاون للتحضير لاي مباراه، فتخيلوا مباراه بحجم مباراه الهلال اكيد بيحضر لهذه المباراه، بيتكلم مع الجهاز المعاون النقاط الايجابيه والنقاط السلبيه، بيتكلم في الوحدات التدريبيه الدنيا تبقى شكلها ايه، يعني بيتكلم في كل كبيره وصغيره. وده اللي عودنا عليه ريني فايلر. اتكلم كمان معاهم عن السلبيات مباراه بني سويف، اتكلم معاهم كمان عن سلبيات النجم الساحلي، دايما بيفكر ممكن نعمل ايه ونتلافى هذه السلبيات باي طريقه. نروح لخبر تاني، محمد هاني كان اشتكى باجهاد في العضله الضمه، عنده اجهاد خفيف كان، لكن الجهاز الفني بيطمن على هاني والحمد لله هاني دلوقتي تمام، مفيش اي مشكله الحمد لله. محمد هاني لعيب مؤثر جدا، كل لعيبه مؤثره جدا بصراحه. علي لطفي بيكتفي بجلسه في الجيم على هامش مران الفريق، ما تمرنش مع الثلاث حراس شوبير والشناوي واكرامي. كان في فقره ترفيهيه في مران النادي الاهلي عشان ينسوا الحمل التدريبي، ينسوا الضغط المباريات، عمل لهم فقره قليله جدا، فقره ترفيهيه، اكيد حضراتكم بقى عرفتوا يعني ايه فقرات ترفيهيه. كان في مران قوي للثلاث حراس زي ما قلت لحضراتكم، محمد الشناوي مع شريف اكرامي معاه مصطفى شوبير تحت قياده مدرب الحراس ميشيل يانكون. دي كانت معظم اخبارنا. مش عارف كريم جاهز يا جماعه ولا ايه؟ طيب خلاص تمام تمام، ان شاء الله نحاول نجيب كريم يطمنا على اللي بيحصل، ندخلكم في الاجواء ونعيشكم في الاجواء. ان شاء الله بكره مباراه زي ما قلت لحضراتكم، مباراه مهمه جدا امام الهلال السوداني ان شاء الله على استاد النادي الاهلي في 9 مساء باذن الله. طموحات كثيره جدا وافكار عمالين نتكلم في السوشيال ميديا، ازاي بقى نطور وازاي نعمل، سيبوا كل حاجه وزي ما انتم شايفين كل حاجه بتمشي على احسن ما يكون وعلى احسن ما بنتخيل كمان. كانت مفاجاه لينا كلنا والله العظيم، احنا ما كنا نعرف عنها حاجه، احنا كناس بتنتمي للنادي الاهلي احلى حاجه المفاجات، ولما تكون مفاجات كمان من هذه العيار او من هذا العيار، مفاجات كبيره جدا، مفاجات بتخدم النادي الاهلي، اعمده رئيسيه بيتمناها النادي الاهلي زي استاد النادي الاهلي. كل التوفيق وكل الامنيات دايما بالخير للنادي الاهلي طالما في ناس مؤمنه انها بتشتغل من اجل المصلحه العامه.